خلونا بقى نبتهج شوية بالشباب اللي زي الورد. معانا من دبي جورج موسى. مساء الخير يا جورج. مساء الخير، شكرا كتير لكم جبتوني معكم النهاردة. أولا بحييك، أنا فخورة بيك جدا بنجاحك جورج الأول في الإمارات على التعليم الدولي. جورج أنت يعني طبعا إحنا النهاردة بنحتفل بالمتفوقين الثانوية العامة، لكن بما أنك مصري مقيم في الإمارات حاليا وحاصل على المركز الأول على مستوى الإمارات كلها في التعليم الدولي، قولي أنت فعلا مقفل الـ 13 مادة إيه ستارز الـ 13 دي حقيقة؟ أنا جاي في كل الـ 13 مواد ناينز أو إيه ستارز. طبعا أنا بحييك، بس عايزة في الأول أعرف منك أنت بقالك قد إيه في الإمارات، وقبل ما تسافر كنت في مصر في مدرسة برضو نفس نظام التعليم الدولي، وتجربتك لما رحت في مدرسة جديدة مع ناس جديدة من جنسيات مختلفة أكيد فيها شيء من التشويق والإثارة، بقى ثقافات جديدة وناس مختلفة. أنا بقالي في الإمارات حوالي سنتين، ونقلت من مدرسة دولية تانية في مصر. وبصراحة الفترة اللي أنا عشتها في الإمارات، يعني دخلت طبعاً مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية بالإمارات، ويعني اتعرفت على ناس كتيرة من بلاد مختلفة جداً، وده كان طبعاً حاجة جديدة عليا طبعاً، يعني وكانت حاجة يعني فادتني جداً، ويعني علمتني عن نظام الحياة في دول مختلفة حوالين العالم، ويعني وطبعا كانت يعني تجربة كويسة جدا فادتني جدا. المواد الاختيارية اللي انت واخدها مواد بالنسبة لي انا ملفتة، ياريت نقول للناس انت ايه المادتين الاختيارية اللي انت كنت واخدهم. فانا واخد في الحقيقة 4 مواد اختياري. أوكي. اللي هم اللغة العربية وال الكمبيوتر أو Information Communication Technology باللغة الإنجليزية، ودارس كمان مادتين مختلفين خالص عن باقي المواد العادية، مادتين مفهومش امتحانات، ونظامهم أني بتحاسب على شغل عملي، ودول في الإعلام وفي البزنس. هايل أنك تفكر في البزنس والإعلام مع بعض، يعني تفكير مختلف. في إطار مبادرة المبادرة اللي عملها السيدة السفيرة نبيلة مكرم اللي هي أولادنا نجوم بالخارج، اتصلت بيك السفيرة نبيلة مكرم وهنتك. واقع الاتصال ده عليك إيه، وإيه الحاجات اللي دارت في الحوار؟ قالت لك إيه؟ أنا طبعاً اتفاجأت جداً بأن مع الوزيرة كانت بتتصل بيا، وأنا يعني سعيد جداً، وطبعاً حابب أن أشكرها جداً أنها اتصل بيا، وأن طبعاً حسيت بفخر كبير جداً بأني يعني بلدي مهتمة جداً بيا حتى في الخارج. ويعني طبعاً مع الوزيرة كانت يعني طبعاً عملت معنا خدمة كبيرة جداً وساعدتنا خالص في خلال الفترة دي. الإمارات احتفت بيك، أنت في يعني في مركز معدي فكرة التفوق، يعني في مركز يعني يعد عبقري يعني. شكرا كتير، هو فعلا الإمارات يعني نشكر ربنا، عملنا يعني الجرايد هنا طبعا نزلوا أخبار عن الموضوع، وأنا طبعا في شركة جيمز إديوكيشن اللي هي الشركة التابعة لمدرستي نشروا الخبر أني من على الطلاب على الدولة، ويعني وطبعا جريت البيان الإخبارية هنا في دولة الإمارات طبعا ليه علاقة ببعض المنشآت الحكومية، فده كان شرف كبير ليا طبعا يعني، وحابب دايما نشكر دولة الإمارات على. طب قولي بقى أنت ناوي تدخل إيه، ده سؤالي الأخير ليك، ناوي تدخل إيه وليه؟ أنا ناوي أدخل هندسة طيران، لأن دي حاجة من صغري وأنا يعني طموح جداً في الطيران، ويعني أنا طول عمري كل ما كنت مجرب بركب أي طيارة يعني بحس بإحساس يعني لا يوصف، وأنا كمان طبعاً بحب الفضاء جداً، وبتمنى أن يعني مصر يكون فيها يعني سبيس بروجرام زي ناسا وكل ده.
هيبقى فيها بقى بإيديك أنت بعد ما تخلص دراسة إن شاء الله وترجع أكيد يعني، وهنتابع معاك إذا كنت هترجع مصر ولا. أنت هتدرس فين؟ هندسة الطيران هتدرسها فين؟ أنا بتمنى أني أدرس هندسة الطيران في الولايات المتحدة أو في أمريكا، وبعديها طبعاً بتمنى أني يعني أستخدم كل اللي تعلمته لأفيد ببلدي في قدر الإمكان. أنا يعني فخورة بيك يا جورج، والحقيقة يعني بحييك، وألف مبروك ليك، وألف مبروك انقل تحياتي لأسرتك، ألف مبروك ليهم. والحقيقة أنت نموذج للشاب اللي بيفكر وبيبحث وبيدور وعايز يعمل شيء مختلف. ألف ألف مبروك. شكرا كتير جدا. هنرجع للثانوية العامة من مصر، وهيكون معانا محمد أمين فيصل الثالث مقرر علمي علوم من شبين الكوم. ألف مبروك يا محمد. الله يبارك في حضرتك. محمد، أنت عايز تدخل كلية إيه؟ طب بشري إن شاء الله. طيب محمد، أنا عارفة إن والدك ووالدتك دكاترة وأساتذة في كلية الطب، هل هو ده السبب؟ يعني هل ده حلمك انت ولا حلمهم هم، ولا انت حابب تبقى زيهم، ولا علشان انت جايب مجموع كبير؟ يعني انا كنت كده كده يعني ما كنتش بفكر في حاجه معينه، فهم شجعوني ان دي الحاجه اللي يقدروا يساعدوني فيها، وكده كده ان اللي في نيتي ان اي حاجه اخشها اعمل اللي اقدر عليه ان انا اتفوق فيها ان شاء الله. محمد، الطالب المتفوق عادة ما بيبقاش متفوق فجأة، يعني هو طول عمره بيكون طالب متفوق. يعني كنت متوقع انك تحقق المركز ده؟ كان بالنسبة لك الهدف ان انت تجيب اعلى مجموع، ولا انك تجيب المجموع اللي يدخلك الكلية اللي انت عايزها؟ لا، انا كان هدفي ان انا اجيب اعلى حاجة اقدر عليها، ان انا ارتب، ان انا يعني زي ما قلت ما كانش في نيتي كلية معينة، فكان كل اللي عايزه ان انا اجيب مجموع عالي. طبعا هو يعني هدف مشروع، بس خلينا اسألك بما ان ده هدفك، فرق معاك انه المجاميع السنة دي عموما كانت اقل، هل ده شيء كويس ولا شيء وحش؟ يعني بيبين القدرات الحقيقية اللي قايمة على فكرة انك بتختار وبتفكر، مش بس بتحفظ وبتنقل، فيبقى نتيجة حقيقية بتبين قدرات الطالب بجد، ولا يعني فرق معاك انه لا، كانت المجاميع اللي بتبقى اعلى وتوصل 100% دي احسن؟ هو كون المجاميع كلها تقل مع بعضها ده شيء كويس، بس ده لا يمنع ان في ناس كتير انضرت طبعا، ويعني وندعي لهم كلهم ان ربنا يكرمهم ان شاء الله ويعوضهم في الايام اللي جايه احسن بكتير. وطبعا هي ذاك منها اول سنه، فكان اكيد هيحصل فيه مشاكل وكده، فان شاء الله مع السنين الجايه ما يتكررش كده. طيب خلينا اسالك برضو، انت عندك هوايات؟ كنت بتمارس أي نوع من أنواع الهوايات، ولا كان وقتك كله للمذاكرة؟ لأن في ناس من مدرسة إنه لا، المذاكرة وأمنع أي هوايات، وفي ناس شايفة إنه لا، أي هواية الإنسان بيمارسها بتساعده إنه هو يجدد طاقته فيقدر يستثمر وقته بشكل أفضل. أنا طبعا كنت يعني بحب الرياضة عامة، وكنت يعني بقعد أتابع ماتشات ساعات في الأوقات اللي بفاضي فيها، وكنت مرتب نفسي إن أنا كل يوم بعد ما اخلص مذاكرتي خالص بالليل بنزل الجيم ساعة ونص وارجع البيت انام. كويس انك كنت بتدي نفسك المساحه دي علشان عقلك يعني يرتاح ويقدر يتشحن تاني. طيب خلينا اسالك عن الامتحانات بقى، يعني التغيير في شكل المنظومه نفسها اللي خلى انه الامتحانات قايمه على انت فاهم ايه وتقدر تختار من حاجات متشابهه ازاي. اتأقلمت مع ده ازاي، وازاي أقلمت نفسك في المذاكرة انك تذاكر بالطريقة اللي تتناسب مع طريقة الامتحانات؟ هو طبعا احنا كنا طول السنة ما عندناش شكل محدد، فكنا اغلب الوقت يعني كل بنغير في طريقتنا طول السنة، بنقعد نحاول نجرب في حاجات جديدة وطرق جديدة. ف الأداء بقى في الامتحان في الآخر كان نتاج السنة كاملة، لكن هل احنا وصلنا لاسلوب مذاكره معين؟ لا، احنا كان كل واحد فينا بيذاكر باسلوبه الخاص وبيعمل اللي يقدر عليه، وبيحاول يعني ان هو يكون يفهم كل حاجه في المنهج، يحصل كل حاجه في المنهج ويحل على قد ما يقدر. ان هو طبعا منها كنا اول سنه، فكانت الامور مش متضحه يعني، بس هو بقى بالنسبه للسنه الجايه هم خلاص شافوا اشكال الاسئله، والمدرسين طبعا خدوا خبره كتير من السنه دي،
فهيبقى بقى في اساس يقدروا يمشوا عليه بقى من اول السنه. طيب طبعا بالنسبه لنا الدنيا كانت ملخبطه شويه. بيني وبينك كده، بعد ما عديت وصلت للدرجه دي من التفوق، يعني انت كنت بتقول انه ما كانش عندنا شكل، وكنا يعني طريقه المذاكره يعني ما فيش فكره ان انا اتاقلم لان ما عنديش نموذج محدد للامتحان. بعد ما اكتست ده، شايف ان الطريقه دي في المذاكره وفي طرح الاسئله والامتحانات، انت شايف ان انت يعني ارتحت لها؟ شايف انها حسستك ان انت بجد اثبتت ان عندك قدرات حقيقيه مختلفه؟ هو كون ان الوقت يبقى ضيق في الامتحان ده طبعا بيبقى حاجه كويسه، يعني في انا اللي اسمعه ان في يعني حاجه يعني انظمه تعليم كبيره على مستوى العالم بتشتغل على الموضوع ده. ايوه، فهو بس كنا يعني كان المفروض نعرفه من بدري شويه، يعني نعرف ان الوقت هيبقى ضيق من بدري عشان نعرف نجهز نفسنا ليه اكتر. بس الحمد لله يعني مع اول امتحان لما يعني في العربي لما اتصدمنا من الوقت ضيق كده، بدانا نجهز لكده في بيت الامتحانات. وطبعا كنا ان الواحد داخل بالكتاب ده شيء مريح. وبرضه عشان نقول كلمه الحق، هو ما كانش كل الاسئله وحشه، بيبقى فيه كان في اسئله كتير كويسه، بس كان بعض الاسئله يعني فيها شويه عيوب في الفنيات بتاعتها في وضعها، وده كان شيء متوقع في اول سنه. يعني انا كنت داخل متوقع ان اكيد لازم يبقى في حاجه غريبه لانه لسه بيجربوا الموضوع. طيب فعلا في شويه اسئله كده اللي كان فيها مشاكل، يعني ما كانت محتاجه يعني محتاجه شويه تظبيط في الاجابات، ما ينفعش اجابتين يبقوا مع بعض في نفس الوقت وكده. بس انجاز ان قدرتوا تقدروا يعني قدرتوا تتجاوزوا الحكايه دي وتعدوها وتمتحنوها وانتم مش واخدين عليها. اخر سؤال ليا، هل الفتره اللي انت اصبت فيها بكورونا واصابت العيله كلها وفاه جدك بكورونا كانت من الحاجات اللي حمستك انك تدخل كليه الطب وتبقى من الجيش الابيض اللي ممكن ان هو يكون بيواجه الفيروس بعد كل يعني الاشادات بالجيش الابيض في العالم كله؟ انا يعني تعب انا ما كانش هو الدافع الاساسي، كان تعب اهلي كلهم هو اللي يعني اداني دافع، مش كون ان انا ابقى دكتور وبس، لا ان انا ابقى عايز افرحهم كلهم. كنت عايز ان انا ارفع اسمهم كلهم واودي لهم فرحه غابت عنهم سنه كامله. هو الحقيقه شعور نبيل منك جدا، وشعور ممكن يبقى عامل حاله من الـ يعني التارجت كده، الهدف اللي انت عايز توصل له علشان تسعد اهلك. انت فعلا اسعدتهم، تحياتي ليك وتحياتي ليهم، والف مبروك ليك وليهم على رحله التعب اللي اتكللت بالنجاح والتفوق. ان شاء الله نكلمك تاني ونقول لك يا دكتور محمد. إن شاء الله. شكرا لحضرتك. هنروح لنموذج تاني من أوائل الثانوية العامة، معانا شاول عيسى الرابع مقرر أدبي. مساء الخير يا شاول. مساء النور. ألف ألف مبروك ليك ولعيلتك، اللي أنا عارفة إن أنت كان جزء كبير من رغبتك في ان انت تتفوق ان انت تسعدهم وتفرحهم علشان المجهود المادي والمعنوي اللي هم قاموا بيه معاك. الحكايه دي كانت بالنسبه لك دافع ولا عامله لك حاله ضغط؟ هو الاثنين، بس انا استخدمت الضغط ده وحاولته لدافع. يعني انا كنت عايز اعوض اهلي وكل ما عارفي عن التعب اللي تعبوه معايا ماديا ونفسيا، وكنت عايز افرحهم في الاخر. انت كنت بتذاكر انت ليك طقوس حسب ما فهمت، يعني انت بترسم وممكن تاخد تستقطع جزء من وقتك كده عشان ترسم وتخرج من حالة الضغط وترجع تذاكر تاني. كلمني على الطريقة اللي كنت بتذاكر بيها. وانا ما كنتش بضغط على نفسي في المذاكرة، انا كنت بذاكر لما برتاح نفسيا وعلى قد طاقتي، وما كنتش بجد نفسي كل يوم في المذاكرة، وبعمل انشطة تانية بجانب المذاكرة، وساعات كنت يعني بنزل وساعات برسم وساعات بشوف فيلم كده كل فين وفين، يعني بفرغ عن نفسي. شاول انت عايز تدخل كلية ايه؟ كنت محتار ما بين سياسة واقتصاد وألسن، بس حاليا استقريت على سياسة ان شاء الله. بين سياسة واقتصاد وألسن، سواء ده او ده ليه؟ يعني هل علشان دي كليات القمة بالنسبة لأدبي، ولا علشان انت عندك نموذج معين مثلا في اقتصاد وعلوم سياسيه مثلا نفسك تحققه، شفت حد فنفسك تبقى شبهه، او بتحب اللغات؟ يعني السبب في الاختيار ما بين الكليتين دول ايه؟ هو انا قريت عن المواد دي وعن المواد دي، وانا حابب الاثنين جدا.
في الثانوية عامة كنت باخد الجغرافيا السياسية وشفت في قسم السياسة يعني ناس أعرفهم وخدوا حاجات مشابهة كده، فدي حاجة ممتعة ولذيذة. فأنا حابب اللي هدرسه سواء ده أو ده. شاول أنت إيه رأيك في حكاية كليات القمة دي؟ في حاجة اسمها كليات قمة ولا الحكاية مرتبطة بأنت بتحب إيه وتنفع في إيه؟ هو أكيد أنت بتحب إيه؟ أو المكان اللي أنت هتتميز فيه وتتفوق فيه وتطلع أعلى حاجة فيه، هو ده اللي تخشه مش كلية القمة. وأنت ممكن تخش كلية قمة بس ما تكونش حابب اللي جواها وفي الآخر مش هتعرف تثبت نفسك فيها، ودي مشكلة. طيب في نص دقيقة كده تقولي نصيحة لزمايلك اللي داخلين ثانوية عامة السنة الجاية، إزاي يتأقلموا مع طريقة المذاكرة ويغيروها عشان تتناسب مع طريقة الامتحان، بصفة إن أنتوا خلاص أنتوا رواد، أنتوا يعني خدتوا السبق والريادة. هو أول حاجة إن هما المصادر الوزارة متاحة بتديها لهم لازم يتابعوها أول بأول، المصادر الوزارة بتديها لهم. وتاني حاجة إن هما ما يركزوش قوي على الحفظ، هما يذاكروا ويفهموا اللي ذاكروه ويحفظوا الفهم ده، والاستنتاجات بتاعتهم يثبتوها في دماغهم ويحلوا كتير الحل الكتير، وإن هما يجمعوا كل الأفكار حوالين المعلومة ده اللي هيفيدهم. أنا بشكرك جدا. وإنهم يذكروا أول بأول وما يركوش حاجة. أنا بشكرك جدا يا شاول، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. تحياتي ليك ولأسرتك، وألف مبروك ليك وليهم. أحسن حاجة قلتها يعتمدوا على الفهم، دي من النصائح الغالية جدا، الفهم هو الأساس. هستأذنكم في فاصل قصير جدا ونرجع نستكمل مع حضراتكم.